منتظرينكم على الهوا وسيناريست على الهوا. ايه يا ابني انت هتكلمني وانت قاعد كده مش تقوم تقف وتكلم عمك يا حبيبي؟ حاضر. قوم اقف اقزح كده وكلمني. مالك يا حبيبي في ايه؟ اتفضل ارتاح. اتفضل. ايه ده؟ اتفضل عشان نتكلم. حاضر. انت هنا ولا هناك؟ انا هنا. خلاص تروح هناك. ماشي. واول ما تلقى نفسك هناك تجيلي بقى على هنا. اول ما تلقى نفسك هنا تروح تستريح هناك شويه، ولما تستريح تجيلنا هنا تلقى نفسك واقف مع بتاع الامن تقول له انا بتاع الشرابات. ولما اقول له بتاع الشرابات هتبقى انت خلصت الموضوع. خلصت كل حاجه. الله يبارك لك. الله يعمر بيتك. الله يسترك. يا ابني بقي وجعني كفايه بقى. الله يخليك. حبيبي حبيبي ربنا يبارك لك يا رب. فين بقى؟ فين ايه؟ الحاجات. الفلوس. 90 امضه؟ ايدي بتوجعني قوي. 90 امضه؟ هم ال 1000 جنيه اللي معايا حاططهم في ظرف اهو. اتفضل. حبيبي حبيبي. روح بقى وسلم على الحبايب. عينيا. يلا مع السلامه. 15 جنيه اجره الميكروباص. والله يا غليت. يا عيني. معلش معلش. 15 جنيه بس. انت عايز مني يعني؟ كان على هنا لو معايا فلوس ما عرفش اشحنك. انا لسه مديك. مش بتوع يا حبيبي. ده بتاع الشغل والبضاعة. خلاص خلاص. مع السلامة. انا خدها ماشي. صعبان عليا اوي. ماشي. من فضلك يا ناصف افندي. ايوه ضرب الله افندي. هو الاختراع بتاعك اللي انت كنت بتكلمني عنه ده عن ايه؟ انا بتكلم فيه عن الشرابات. في عندك برقبة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قول لي يا أستاذ كريم. معاك بطاقة؟ قول لي يا أستاذ كريم. معاك بطاقة فيها إن اسمك الأستاذ كريم؟ أقول لك يا أستاذ كريم ليه؟ أنا بقول لك قول لي يا أستاذ كريم. أنا للأستاذ كريم؟ أنت اللي تقول لي أستاذ كريم، مش أنا اللي أقول لك يا أستاذ كريم. أنا هسألك فتقول لي. مش هقول لك، أنت اللي تقول لي. طب ما انا هقول لك وانت تقول لي. لا مش هقول. ما انا قلت لك خلاص. ناصف افندي اللي كان هنا ده بتاع الشرابات كان عايز حاجه. كان عايز يدفع شويه مبالغ كده. كان شرب مني مشروبات بحوالي 1000 جنيه 1500. دفع اللي فيه النصيب ومشي. بس ايه؟ حلف حلف ان هو ما يسيبك في حالك، وكل ما يشوفك هيفركتك ويبقعك ويشخلعك. ما تكملش. ما انا كملت. انت بتزود؟ متزود وعندي ولدين وبنوته. طب ما تجودش. متجوز برضه. ما انا متجوز وقلت لك. الاشكال دي انا عارفها كويس قوي وعارف الحل معاها ايه. الو؟ الو. ايوه يا امن. ايوه. من فضلك في واحد لسه نازل من شويه بتاع شرابات. موجود عندك؟ طب من فضلك لو سمحت اساله كده عندك برقبه؟ لا بقول لك لو جه في اي وقت على البوابه من فضلك ما تدخلوش خالص. لا شكرا ممنون جدا. يا استاذ محمد يا استاذ محمد اف يو بوليس مان لازم تشوف لنا الحراره، لان الحراره بقالها سنه ما بتجيش واحنا محتاجينها. والكورونا هتموتنا هتموتنا. الكورونا عايزين حرارة يا أستاذ محمد.